طيب نرحب بالدكتور علي ذهيل الإعلامي والأكاديمي القطري، مرحبا بك يا دكتور علي. حياك الله أخوي دكتور حمزة، كل عام وأنت بخير. أنت بخير، لونج تايم ما شفناكش وما استضفناكش، فجاءت المناسبة. Such a long time، صحيح كلامك. يا طيب الآن ثلاث سنوات، تفضل يا فندم تفضل. نعم، بقول الآن ثلاث سنوات كنت معنا في السنة الأولى وفي السنة الثانية، والآن هل تغير الكثير عما كان عليه من اللحظات الأولى، الساعات الأولى، الأسابيع الأولى، الشهور الأولى؟ هل تغير، هل هناك تغير جوهري في داخل قطر وخارجها بعد هذا الحصار؟ ما الذي جرى، أو الصورة، ارسم لنا هذه الصورة كأستاذ وأكاديمي وإعلامي قطر. في السنة الأولى طالبناهم يا أخوي دكتور حمزة بالأدلة ولم يأتوا بالأدلة، في السنة الثانية العالم طالبهم بالأدلة ولم يأتوا بدليل واحد، وفي السنة الثالثة هم أنفسهم طالبوا أنفسهم بالأدلة من خلال البرامج التلفزيونية المختلفة التي ربما حضرتك شاهدتها من خلال الام بي سي او المحطات الفضائيه المدعومه من قبل بعض دول الحصار. اما بالنسبه للحصار الذي فرض على دوله قطر، وقبل ذلك طبعا الاختراق الالكتروني لوكاله الانباء القطريه في 23 مايو ايار 2017، وتلاه طبعا الحصار البري والبحري والجوي في الخامس من يونيو حزيران 2017، واللي نحن في قطر قرأنا فيه انه كان بمثابة اعلان حرب. انت عارف اخوي دكتور حمزة، عندما تحاصر برا وبحرا وجوا من قبل الدول الاعضاء في منظومتك الخليجية، هذا يفهم على أنه بمثابة إعلان حرب على دولة قطر. طبعا من أول أسبوعين الحمد لله الشعب القطري والحكومة والدولة امتصت صدمة الحصار وبدأ العمل وبدأ الإنتاج. خلني أكلمك يا أخوي دكتور حمزة إذا سمحت لي بالمعطيات والنتائج النهائية، ليس من قبيل البروباغندا ولا من قبيل الدعاية السياسية، من قبيل الواقع. أي واحد اليوم يزور قطر سيرى بأم عيني أن اليوم إحنا عندنا، صار عندنا 800 مصنع، اليوم إحنا عندنا أكثر من 120 مشروعا زراعيا وحيوانيا. اليوم دولة قطر تكاد تصل وتغطي الاكتفاء الذاتي، بل بعض مشتقات الحليب بدأت تصدر إلى كل من الكويت وعمان وإيران وتركيا من قبيل التبادل التجاري بين دولة قطر وبين هذه الدول الشقيقة والصديقة. طبعا في خلال الثلاث سنوات الماضية دولة قطر الآن اكتملت عندها تقريباً البنية التحتية الخاصة بالطرق والجسور والأنفاق ومشاريع المونديال، وعلى رأس هذه المشاريع طبعاً الريل أو محطة القطار أو المترو التي أصبحت المرحلة الأولى منها التي تغطي مدينة الدوحة وتوابعها جاهزة تماماً لاستقبال 2022 كأس العالم 2022. اليوم احنا عندنا الملاعب الرياضية والاستادات كلها الحمد لله أصبحت شبه كاملة ومكتملة. طبعا الحمد لله رغم الحصار الجائر ورغم جائحة كورونا، انت لاحظت اخوي، حضرتك لاحظت اخوي الدكتور حمزة ان دولة قطر مساعداتها الغذائية والعينية والمالية غطت تقريبا العالم
جمهوريات الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي، أوروبا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، حتى ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لها قطر 5 ملايين دولار لمساعدتها في أو على مجابهة كوفيد 19 فيروس كورونا. عندنا الحمد لله اليوم الخطوط الجوية القطرية إحدى أهم وأنجح الخطوط الجوية في العالم. عندنا ميناء حمد المتنفس البحري لقطر على العالم، وهو يعتبر من الموانئ العالمية الذي يتمتع بكل المعايير والمقاييس الدولية. عندنا مطار حمد الدولي الذي يعتبر أحد أكبر المطارات ليس فقط على مستوى العالم العربي، لكن أيضا لا تختلف معها دكتور علي العالم. وعندنا عندنا جراح وألام ذوي القربى والأسر والعائلات وغيرها، أليس كذلك؟ نعم طبعا، أكثر ضحية للحصار الجار هي العائلات المشتركة. أنت عارف دول الخليج كلها ليس فقط قطر ودول المحاصرة لها والكويت وعمان، كل دول الخليج تكاد تكون متجانسة ليس فقط سياسيا واقتصاديا، الأهم هي متجانسة اجتماعيا وعائليا، وثمت عائلات مشتركة بين هذه الدول. وطبعا لا شك أن موضوع العائلات المشتركة هو أحد أهم النتائج السلبية والمحزنة للحصار الذي فرض على دولة قطر. أما الشعب القطري في الداخل والحكومة القطرية والدولة القطرية، الحصار بالنسبة لها وراء ظهرها، أصبح وراءنا ظهريا، ولم نعد نكترث بالحصار. والحمد لله الجبهة الداخلية القطرية جبهة متماسكة، وكما قال الكثير من المحللين السياسيين أن دولة قطر استطاعت أن تحمي جبهتها الداخلية وتقوي جبهتها الداخلية، مما جعلها ومكنها من أن تنطلق في العالم. اليوم الاستثمارات القطرية ربما قرأت عنها أخوي دكتور حمزة، اليوم الاستثمارات القطرية تبلغ أكثر من 170 ألف مليار دولار، تغطي الصين وسنغافورة شرقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ودول أمريكا اللاتينية، بعض دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وروسيا. وهذا دليل على أن الحصار لم يفت في عضد الشعب القطري ولا الدولة القطرية. لكن أكيد نعم. أكيد أنه أن تكون في وسط جوار معادي لذلك تأثير نفسي على الشعب، تأثير نفسي على النخبة. صحيح. لطالما صحيح. عاشت المنطقة صحيح. كوحدة واحدة أملقم في بعضها، الناس كلها ولاد عم، المثل الشائع حنا أهل جرية وكل من يعرف خية، ده حاجة معروفة في الخليج، تقولوا أخية والكثير يقولوا خية وكلكم ولاد ديرة واحدة، ولاد عم ولاد نسب، الكلام ده اكيد له يعني بس يعني بس اخوي يعني يبقي دكتور حمزه الجينات للاسف الجينات الجاهليه غزت هؤلاء الناس في دول الحصار. قل لي بربك، ما هي مشكله او ازمه دول الحصار الاربع مع دوله قطر؟ صدقني لا علاقه لها بالشروط الثلاثه عشر وما ذكر في الشروط الثلاثه عشر. كل ما هنالك ان دوله قطر منذ 1993 استقلت بقرارها السياسي وأصبحت السيادة القطرية خط أحمر. قبل ذلك كانت دولة قطر سياساتها مرتهنة للمملكة العربية السعودية من منطلق المحافظة على مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن منطلق الأخوة، ومن منطلق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يدخل فيه طبعا تدخل فيه العائلات المشتركة، خاصة أن العائلات المشتركة بين قطر والسعودية هي أكثر تقريبا من غيرها من الدول المحاصرة لها. طيب شو المشكلة إذن؟ المشكلة
قلت لك الخط السيادي اعتبرته قطر خطا احمر، الاستقلال بالقرار السياسي والاقتصادي، ثانيا حصول دولة قطر على استضافة كأس العالم، هذا أوغر صدور الجماعة في دول الحصار في المنظومة الخليجية بالإضافة إلى مصر. لماذا؟ لماذا؟ المفروض ينظرون إلى حصول دولة قطر على استضافة كأس العالم في 2022 على أنه فوز لهم وعلى أنه نصر لهم، لأن هذا الحدث الذي سيحدث في دولة قطر في تقريبا نوفمبر 2022 هذا الحدث لم يحدث في المنطقة العربية، هذا حدث يعتبر أي لاند مارك إيفنت، يعني حدث مفصلي في تاريخ الأمة العربية والشرق الأوسط، يعني المفروض يفرحون لهذا الإنجاز. يعني للأسف حتى بعض الأبواق الإعلامية في إحدى دول الحصار قالت إذا قطر تعتذر عن استضافة كأس العالم سيرفع الحصار. نحن لا نريد أن يرفع الحصار، نحن مرتاحين وبلدنا كل يوم الحمد لله تحقق نجاحات باهرة على جميع الأصعدة. ومثل ما قلت لك من شوية، رغم جائحة كورونا وباء كورونا ورغم الحصار، الاقتصاد القطري اقتصاد قوي، لم يكتفي بمواجهة أو مجابهة فيروس كورونا في داخل البلاد، ولكن ساعد كل الدول تقريبا في العالم، يعني ساعد الدول، دول الاتحاد الأوروبي، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، كما قلت سابقا قدم 5 ملايين دولار لولاية كاليفورنيا لمساعدتها على مجابهة الفيروس، أرسل مساعدات إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. نعم. طيب الآن عندي سؤالين مرتبطين بالحجج والذرائع التي قدمتها دول الحصار، وسؤال آخر مرتبط بمستقبل مجلس التعاون الخليجي. ساقت هذه الدول أنه والله علاقة النظام في قطر ودولة قطر بالإخوان وبالثورات وبالربيع العربي، وعلاقتها بأنه عندها الجزيرة وعند... أكمل سؤالي بس حضرتك وخدهم على بعضهم وجاوب إذا تسمح لي طبعا، وكأس العالم وسوريا وبعدين واليمن وبعدين أقدم مجموعة من الحجج. هذه الحجج هل يعني كانت واقعية ولا هو نوع من يعني الذرائع التي يعلم الجميع أنه قطر مش هتقفل الجزيرة، قطر مش هتبطل كأس عالم، قطر مش هتبطل تقف مع الشعوب، قطر مش ما بتدعمش حاجة اسمها لا مؤسسات ولا منظمات الإخوان، يعني ما فيش هناك حتى رموز الإخوان ورموز حزب الحرية والعدالة، معلش يعني قطر طردتهم في يوم من الأيام استجابة للضغط السعودي قبل كده، وأنا كنت واحد من هؤلاء. كيف ترى هذه الأسباب الآن؟ لا احنا نعرف وانت سيد العارفين اخوي دكتور حمزة ان السياسة فيها المعلن وغير المعلن. المعلن هذا الكلام اللي قالوه وهو غطاء لغير المعلن. غير المعلن هو ان ثمت حنق وغيرة من قبل دول الحصار. الشعب القطري مقتنع بالمناسبة اجماع، ليس فقط في قطر، في قطر وفي الكويت وفي عمان، حتى في داخل دول الحصار الأربع أنفسها. إحنا لا نتكلم طبعا عن الذباب الإلكتروني والأبواق الإعلامية، لا نتكلم عن الشعوب، شعوب السعودية وشعوب الإمارات وشعوب البحرين وشعوب مصر. هذه الشعوب هي عمقنا الاستراتيجي، ونحن نعول ونراهن على هذه الشعوب لأنهم هم يمثلون أهم عناصر حقائق الجغرافية والتاريخ مثل ما حضرتك تدرك ذلك. أما عن قناة الجزيرة، أولا طبعا كلامهم عن قناة الجزيرة ضحك العالم الديمقراطي عليهم، لأن العالم الديمقراطي يهتم ويعنى بحرية الكلمة وبحرية الخطابة، الفري سبيتش، هذا موضوع فرغنا منه. بعدين يعني
قطر بالمناسبة يعني ليس أيضا أعيد وأكرر ليس من قبيل بروباغندا ولا الدعاية السياسية يعني كل شيء واضح. الجزيرة أحدثت فتحا إعلاميا مبينا في عالم القنوات الفضائية في العالم العربي، وبعدها ظهرت قنوات فضائية أخرى تقلدها إلى حد ما. والجزيرة قناة محترمة حتى في الغرب يعني في أمريكا وفي أوروبا دائما يتحدثون عن الجزيرة. طيب الحجج الأخرى إيش يعني؟ يعني صدقني المسألة ليست مسألة إرهاب ولا مسألة إخوان مسلمين ولا مسألة سورية، هذه كلها ذرائع معلنة للتغطية على السبب الحقيقي للحصار. السبب الحقيقي للحصار هو أن دولة قطر عندما رأت أن الدول الكبرى في العالم العربي مثل مصر والسعودية تفضل أخوي الدكتور حمزة. كنا بنتكلم في مسألة أنه الأسباب والذرائع، وأنت قلت أن أنت عارف أن دي أشياء يعني كلها تكئات ليس لها على أرض الواقع شيء. وبعدها ذكرت أنك بتراهن على الشعوب وأنه الشعب المصري والشعب السعودي يفهم الموضوع بشكل جيد. ألا تخشى وأنت أستاذ للآلاف أنه حملات غسيل الأدمغة اللي شغالة ليل نهار وحملات الكراهية ضد قطر وضد الثورة وضد الربيع العربي تنال من وعي الشعوب العربية وفهمها لطبيعة الصراع الموجود الآن والحصار وحملات العداء الموجودة ضد قطر؟ مش خايف أنت من الحكاية دي؟ مطمن أول وعي الشعب العربي؟ لا أنكر أن ثم تأثيرا ما في شك لعمليات البري ووشنج أو غسيل الأدمغة من قبل الإعلام الموجه، من قبل الإعلام الحكومي، من قبل الذباب الإلكتروني. ولكن اليوم الشعوب ليست مثل ما كانت في الماضي أخوي دكتور حمزة. اليوم الشعوب تعيش في عالم القنوات الفضائية المفتوحة، اليوم تعيش في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. التأثير من قبل الإعلام الحكومي الموجه يعني لم يعد كما كان في السابق. يعني مثلا في مصر كان صوت العرب أحمد سعيد ومحمد عروق يتبع نظام غسيل الأدمغة، ولكن لم يكن هناك في تلك الفترة، فترة الستينات وفترة السبعينات والثمانينات حتى والتسعينات، لم يكن هناك إعلام مستقل كما هو الآن موجود. اليوم أنت في بيتك أو في مكتبك تشاهد CNN وتشاهد البي بي سي وتشاهد كل القنوات الفضائية، وأمامك الإعلام العالمي كله مفتوح، ولا أحد يستطيع أن يتحكم في جهاز التحكم أو الريموت كنترول اللي في يدك. تستطيع القناة اللي ما تعجبك، قناة بلدك مثلا ما تعجبك، ممكن تروح تشوف قنوات أخرى أكثر استقلالية من قنوات أو من الإعلام الموجه. هذا ما أنا أعتقده يعني. وهل تعتقد أنه هذه الفترة من الكراهية والحصار ستنسى بشكل كبير؟ يعني إذا ما قدر لهذه المنطقة أن ينصلح حالها وتعود العقول إلى مواقعها الطبيعية في الأدمغة وليس في مكان آخر، أعتقد أنه سيندمي للجرح ويحصل عملية من الهيلينج للإنسان. الناس قد يسامحون ولكن لن ينسوا، يعني القطريون لن ينسوا ما حدث لهم في موسم العمرة في 2017. يعني من المشاهد المؤلمة اللي حدثني عنها أحد الأخوة، كيف أن إحدى العائلات القطرية تم رمي شنطهم حقائبهم في اللوبي في ردهة الفندق، وقالوا لهم يلا 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 طلعوا، ما عندكم قاعدة في الفندق. يعني من هذه من الأشياء التي لا يمكن أن تنسى. ولكن الشعوب يعني مرت بتجارب أقسى من ذلك، يعني كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أهل أشقاء وأبناء عموماً،
عرف كيف؟ وحدث بينهم تقارب. بس يعني أنا متوقع أغنية من هنا على أنشودة من هنا على أمسية شعرية من هنا الدنيا تتزبط، قول إن شاء الله. إن شاء الله نحن نريد، نحن نتطلع إلى خليج عربي آمن ومستقر، لأن اليوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظومة الخليجية هذه هي منظومة يعني ليس لها مثيل في العالم العربي. لكن تتفق أنه أصابها العطب والتعب وأصبحت غير فاعلة، مركبة فخمة جدا لكن الموتور مش شغال. لا، هي أصيبت في مقتل منذ إعلان الحصار الجار على دولة قطر. دولة قطر دولة عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا شك أن مستويات التمثيل عندما عقد المؤتمر مثلا في مؤتمر مجلس التعاون في الكويت كان مستوى التمثيل منخفضا جدا، لم يحضر سوى طبعا الشيخ صباح الأحمد الجابر باعتبار بلده كانت الدولة المضيفة للقمة، وحضر سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وبقية دول المنظومة الخليجية حضرت وفود يعني ذات مستوى تمثيل منخفض. هذا مجرد مثال. هل انتهت هذه المنظومة؟ نتائج فرض الحصار على دولة قطر، ولكن مع ذلك الشعب القطري والحكومة القطرية والدولة القطرية مصرة على البقاء بمجلس التعاون ومصرة على استمراريته وديمومته لسبب واحد، وهي أنها لا تريد أن تترك هذا المجلس للدول الأخرى في الخليج التي تنفذ أجندات للأسف أجنبية مضرة بالخليج العربي ومضرة بالعالم العربي وبقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية. والسؤال الآخر، إذا كانت تركيا، إذا كانت قطر علاقتها بالكويت جيدة وبعمان جيدة وبإيران جيدة وبالعراق جيدة وبتركيا جيدة، هل جودة هذه العلاقات بتعني بالضرورة خصم من مجلس التعاون الخليجي؟ تعني ماذا عفوا؟ خصماً من دور قطر في مجلس التعاون، يعني بمعنى أن قطر وجدت البديل، بديل جوار إيران، بديل جوار وأخوة الكويت، بديل ليس في الجوار ولكنه شراكة وصداقة واتفاقيات زي تركيا، يعني وجدت بدائل. يعني ما الذي لا. يعني لا. يعني ما الذي سيضيفه مجلس التعاون؟ نعم بالنسبة لإيران وتركيا، دول الحصار هي التي جعلت دولة قطر تضطر إلى أن تأتي بالقاعدة التركية على سبيل المثال، هي التي اضطرت دولة قطر أن تكون لها علاقات متميزة مع إيران، لأننا نحن محاصرون برا وبحرا وجوا وما عندنا غير الجهة الشرقية، والجهة الشرقية هي إيران. أيضا دول الحصار هي التي اضطرت دولة قطر أن تلجأ إلى التسليح. على سبيل المثال، قبل الحصار لم تكن قطر تعنى بالتسليح، كانت تعنى بالإنسان وتعنى بالتنمية وتعنى بالتعمير وبالتشييد وإلى آخره، بالأمور الأكثر سلمية. أنت تعرف أن قبل الحصار دولة قطر تماهيا مع المملكة العربية السعودية، وحتى لا تتهم قطر بالشذوذ عن الإجماع الخليجي سحبت سفيرها من طهران تماشيا مع القرار السعودي عندما سحبت المملكة العربية السعودية سفيرها من طهران. قطر كانت دائما وأبدا مع الإجماع الخليجي، وكما قلت لك يعني الذي حصل لا علاقة له بكل الكلام الذي ذكر في 13. تمام. على هامش، بمناسبة ذكرك للتسليح وده السؤال الأخير، هل ما زلت تعتقد أنه ما زال القوم يضمرون شرا تجاه قطر؟ القوم أقصد هنا محور السعودية الإمارات والبحرين ومصر. يعني أخوي دكتور حمزة، أنت تعرف وهذا الكلام ليس بحاجة إلى أدلة،
الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت بعد أسبوعين تقريباً أو 3 أسابيع من الأزمة الخليجية، أعلن ذلك في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بأن الكويت هو قال نحن استطعنا أو تمكننا من أن نوقف عملاً عسكرياً من قبل صحيح. دول الحصار ضد دولة قطر. السؤال يعني هو هل ما زال هناك هواجس لدى قطر من أنه القوم يضمرون الشر العسكري لقطر؟ لا طبعا هم يضمرون الشر العسكري لدولة قطر، ولكن دولة قطر جاهزة شعبا وحكومة لجميع الاحتمالات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الهيل الإعلام والأكاديمي القطري على هذه الإيضاحات، ونسأل الله أن تتحد الأمة من جديد وتقف دول الخليج كلها موقف أخوة كما كانت من قبل.